ضروري المعامل التربوي هو اللي يخفي على الجميع، هو دور ايجابي في صقل المواهب ديال التلميذات والتلاميذ، كذلك ابراز طاقاتهم، كذلك انهم تخرجوا من ذاك الجو الاعتيادي والجو الروتيني ديال القسم وتيفتحهم على فضاء اخر للتواصل، ومن خلال هذه المعامل التربويه تنتمكنوا اننا نوصلوا مجموعه من الرسائل التربويه وتنخلقوا بها صله جيده ما بين المؤطر المؤسسة وتيم كذا. تساعد على تحسين الدراسة لأنها تتهم لجنة بوشهري، وهي مقاربة فنية لتوصيل مجموعة من المعارف والمدارك الرياضية، المفاهيم الرياضية في مجال الهندسة، ومن خلالها تتمكن التلميذ أنه يتمكن من مجموعة من المهارات الهندسية اللي تتمكنه أنه يساير تحسين الدراسة ديالو على المستوى الدراسة.